السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يبارك فيكم إخواني جميعاً، أعزكم الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بالمجلس السادس من مجالس شرح شذوذ الذهب للإمام الهمام بن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس المنصرم تكلمنا على تعريف الكلام من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة، وقلنا إنه في الاصطلاح هو القول المفيد المقصود، وذكرنا مراد المصنف بالمقصود، ثم ذكرنا أن بعض المصنفين أحياناً يكتفي بالمفيد لأنها تدل بدلالة الالتزام على القصد، وهو قصد إفادة السامع. ثم شرع الإمام رحمه الله تعالى يتكلم في معاني الكلام اللغوية، وذكر أنه ينطلق على ثلاثة أشياء، ثم بعد ذلك أعرض آية قرآنية تمريناً للطالب بناءً على ما أخذه على نفسه في هذا الكتاب. وصلنا إلى أقسام الكلام الثلاثة، نتابع إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: أقسام الكلام الثلاثة ضابطها. ثم قلت: وهو خبر وطلب وإنشاء. وأقول: كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع: خبر وطلب وإنشاء. وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، احتملهما فهو الخبر، نحو قام زيد وما قام زيد، وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا، فإن تأخر عنه فهو الطلب، نحو اضرب ولا تضرب وهل جاءك زيد، وإن اقترنا فهو الإنشاء، كقولك لعبدك أنت حر، وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا النكاح. تمام. إذن ها هنا هو قسم الكلام إلى ثلاثة أنواع: إلى خبر وطلب وإنشاء، وهذا خلاف المشهور كما سينص عليه بعد سطر إن شاء الله تعالى. فقال: إن كان يحتمل التصديق والتكذيب فهو الخبر. أقولكم يا إخوة لو نغلق المصوات أعزكم الله كما اتفقنا، إلا لمن يقرأ. لا. لو أغلقنا المصوات حتى لا تختلط الأصوات. الله يبارك فيكم. نعم زيدي. فقال: إذا كان يحتمل التصديق والتكذيب فهو الخبر، وإن لم يكن يحتمل التصديق والتكذيب، فإن كان وجود معناه متأخراً عن وجود لفظه فهو الطلب. اضرب، قال وجود معناه متأخر عن وجود لفظه، ما معناه ها هنا على هذا، على هذا القول الذي أسسه ابن هشام؟ المعنى ها هو ضربه، يعني ضربه أو الطلب. قال: فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه فهو الطلب، نحو اضرب فضربه متأخر عن قولك اضرب، فهذا حينئذ يسمى طلبا. قال: وإن اقترن وجود معناه باللفظ فهو الإنشاء، كما نقول مثلا في البيوع بعتك، وكما نقول لفلان أنت حر، كما في النكاح كذلك في القبول بعد الإيجاب قبلت هذا النكاح، كل هذا من قبيل الإنشاء. طبعا لا يخفى عليكم أن نحو قبلت هذا النكاح وأنت حر أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، هي في الأصل أخبار ثم نقلت إلى معنى الإنشاء. فأنت في النكاح عندما تقول قبلت هذا النكاح أنت لا تخبر، وإنما تنشئ معنى بلفظ مقارب له في الوجود، تنشئ معنى بلفظ مقارب له في الوجود. وها هنا لو تلبسنا قليلا في الفرق بين الخبر والإنشاء: الخبر حكاية لنسبة خارجية واقعية موجودة أو يمكن أن تحصل. أنت عندما تقول مثلا كتاب شرح شذوذ الذهب سهل، هذا يمكن أن يكون له نسبة خارجية في الوجود، لكن عندما تقول مثلا اضرب أنت تنشئ المعنى بهذا اللفظ، تنشئ المعنى بهذا اللفظ. إذن الخبر
هو يكون حكاية لنسبة خارجية يمكن أن يتعرفها الآخر. الإنشاء لا. فرق ثان: الخبر لا يتوقف وجوده على نطقك به. الخبر لا يتوقف وجوده على نطقك به. فعندما تقول حصل حادث، إن قلت أو لم تقل، إذا كان الكلام صادقاً طبعاً، فهو ليس متوقفاً على كلامك. حصول الحادث ليس متوقفاً على كلامك. أما قولك مثلاً احفظ هذا الدرس، الطلب متوقف على كلامك. إن لم تقل لم يحصل الطلب، إن لم تقل لم يحصل الطلب. فهذا كذلك فرق جوهري بين الخبر والإنشاء. الخبر لا يتوقف معناه على النطق به، الإنشاء يتوقف معناه على النطق به. لذلك كانت النسبة الخبرية يعني حاكية لأمر حاصل في الواقع، أما النسبة الإنشائية موجدة للمعنى باللفظ. أوجدت المعنى وهو طلب الضرب بلفظي وقولي يضرب. نعم، قال وقال وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. طيب، وأن الطلب من أقسام. تمام، هذا التقسيم الذي اتبعه ها هنا قال هو خلاف التحقيق، هو خلاف مذهب التحقيق. البيانيون لا يعرفون إلا أن الكلام خبر وإنشاء، والطلب من جنس الإنشاء، هو نوع من الإنشاء وليس قسيماً للإنشاء، هو قسم من الإنشاء وليس قسيماً له. نعم، فقال والتحقيق خلافه. انظر إلى هذه الأريحية، يعني هو الرجل قال أنا اتبعت بعضهم، بعض النحويين ذكر هذا التقسيم، لكن التحقيق الذي عليه جمهرة النحويين والبيانيين على أن الكلام خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء. طيب، الآن يحل مشكلة، تفضل. وأن مدلولكم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه، وإنما يتأخر عنه الامتثال وهو خارج عن مدلول اللفظ. طيب، الآن يا جماعة، مدلولكم على هذا القول، مدلولكم هو طلب القيام، قال حاصل عند التلفظ به، فإذا ما الذي تأخر عنه؟ فقد تأخر عنه الامتثال. على القول الأول مدلولكم هو قيامك، لا، على هذا القول قال لا، مدلول قم هو طلب القيام وهو حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. طيب، ما الذي يتأخر عنه؟ الامتثال. طيب، أول شيء يا جماعة حتى نفهم المشكلة، لماذا بعضهم جعل الطلب قسيما للإنشاء مقابلا للإنشاء؟ قال لأن الإنشاء إيجاد لفظ بمعنى مقارن له، إيجاد لفظ بمعنى مقارن له، ولما كان المعنى في الطلب متأخراً عن اللفظ به لم نقل عنه إنه إنشاء. هذه هي عقدة المشكلة في المصطلح. فأرباب القول الثاني وهم الجمهور قال لا يا أخي، مدلوله هو التلفظ به، هو قول مدلولكم هو طلب القيام وهو مقترن بقولك قم، لكن ما المتأخر ها هنا؟ الامتثال هو المتأخر وليس المدلول ها هنا الامتثال. نعم، طيب. قال ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء. قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أوجدناهن إيجادا. أوجدناهن إيجادا على غير مثال سابق، اختراعا. نعم، ودون تدرج في السن الإيجاد. إنا أنشأناهن إنشاء. لما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه ثم إنشاء. أما الخبر فهو حكاية لنسبة خارجية، سواء كنت صادقا أو كاذبا، حكاية لنسبة خارجية يمكن أن يتمثلها المخاطب. نعم، الإعراب إنا، إن واسمها، والأصل إننا، حذفت النون الثانية تخفيف. نعم، أنشأناهن ماض وفاعل ومفعول، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، إنشاء مصدر مؤكد. تماما،
والضمير في أنشنهن. من فضلكم أبا محمود. إن إذا أصلها إننا، فتوالت الأمثال، توالى عندنا ثلاث نونات، نونا إن ونونا، فحذفت النون الثانية من إن، حذفت النون الثانية من إن. طيب لماذا قلنا إن المحذوفة هو النون الثانية، لم نقل إنه مثلا نونا؟ قال استئناس، استئناسا بحذف نون إن في غير ذلك الموطن. إن أحيانا تخفف بشروط سنمر عليها إن شاء الله في هذا الكتاب، فيقال إن مثلا في قوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين، إن هذه مخففة من إن. ففي قولنا إن قلنا إن النون الثانية من إن هي المحذوفة استئناسا بحذفها في غير هذا الموطن، ولا نقول إن المحذوف هو نوننا، حينئذ يبقى منا الألف، والألف لا تدل على الجماعة. نعم نعم. والضمير في أنشأناهن قال قتاده راجع إلى الحور العين المذكورات قبل، في قوله وحور العين، في قوله تعالى وحور عين. نعم. وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة. نعم، لأنه بعد أن ذكر المقربين ثم قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إلى أن قال ذكر إن أنشأناهن إنشاء. نعم. وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى توارت بالحجاب. حتى توارت بالحجاب، فاعل توارت ها هنا ضمير مستتر تقديره هي، والأصل في الضمير أن يعود على متقدم، أنت تظهر ثم تضمر اختصارا، العربية لغة الاختصار، فأنت تضمر بعد أن تذكر، بعد أن تظهر تقول جاء محمد ثم غادر، أي غادر هو، والضمير عائد على سابق. طيب أحياناً الضمير لا يعود على مذكور وإنما يعرف من السياق، يدل عليه المقام لا المقال، يدل عليه المقام بالميم لا المقال. حتى توارت بالحجاب، المقام يدلنا على أن الضمير هنا عائد على الشمس، أي حتى توارت الشمس بالحجاب. فالآن قال أبو عبيدة الضمير عائد على غير مذكور، سنرى الآن ما غير المذكور هذا. والذي حسن، والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى مراد. طيب وفرش مرفوعة رفعت وهيئت، طيب إنا أنشأناهن، إذن أنشأناهن الضمير يعود على النساء. طيب لم يجري ذكر للنساء، فكيف يعود الضمير على النساء؟ قال قد تقدم ما يلابسهن ويدل عليهن، وهو الفرش، لأن الفرش يكون عليها الأزواج، فعلى هذا وفرش مرفوعة فرش مستعملة بمعناها الحقيقي جمع فراش. نعم وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن، فالضمير عائد على غير مذكور. وفي نسبة هذا القول لأبي عبيدة نظر، نظر. نعم بعضهم نسب القول بأنه يعني الضمير عائد على الحور العين إلى أبي عبيدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وقيل عائد على الفرش على أن المراد الأزواج، وهن مرفوعات على الأرائك بدليل هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أو نعم. مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. تماما. القول الثاني قال عائد على الفرش بمعنى الأزواج، وعلى هذا فالفرش ها هنا مستعملة بمعناها المجازي، وفرش مرفوعة، عفوا دقيقة، وفرش مرفوعة المراد النساء اللواتي على الفرش، فعبر بالمحل وهو الفرش وحذف الحال فيه، هذا ما نسميه في علم البيان المجاز المرسل، المجاز المرسل وعلاقته المحلية، لأنه ذكر المحل وهو الفرش
وحذف الحال فيه وهو النساء فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. فالكلمة ها هنا مستعملة في غير معناها الحقيقي، ويشبه هذا قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها. واسأل القرية، ففي كلمة القرية مجاز مرسل علاقته المحلية، ذكر المكان وأراد الحال فيه. إذن وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن عائد على الفرش بمعنى النساء. والذين يقولون بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز يقولون يمكن أن يكون أول شيء وفرش مرفوعة بمعناها الحقيقي، ثم عاد الضمير عليها بمعناها المجازي، عاد الضمير عليها بمعناها المجازي، وهو ما يسمى في علم البديع بالاستخدام، بالاستخدام أن تذكر اللفظ بمعناه ثم تعيد عليه الضمير بمعنى آخر. والقول بالاستخدام هنا على مذهب طائفة، بعضهم قال الاستخدام يكون إذا كان اللفظ وضميره في الحقيقة فقط، المجاز لا نقول استخدام، وبعضهم قال لا بأس. إذن على هذا أيضا نقول ها هنا استخدام، الذين يقولون بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز. وفرش مرفوعة بمعنى الفراش ثم أعاد الضمير عليها بمعنى النساء. نعم، مثلا لاحظ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. غضابا، إذا نزل السماء المطر ثم رعيناه، أعاد الضمير على السماء ها هنا بمعنى النبت الذي يكون عن المطر، هذا ما يسمى بالاستخدام. والله أعلم. الآية حمالة أوجه، غنية بالأوجه. نعم، ممتاز. قال باب منكم الشهر فليصم، تماما، أي فليصم أيامه. نعم، ذكر الشهر بمعنى الهلال ثم أعاد الضمير عليه بمعنى الأيام، وهكذا. لكن بعضهم يرفض هذا، يعني يقول الاستخدام هو هنا ممكن، لكن مثلا فيما ذكرته في المثال الآخر يقول لا استخدامها هنا. طيب، نعم. قال باب الإعراب. ثم قلت باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. نعم. وأقول للإعراب معنيان لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها أي تبين رضاها بصريح النطق. تماما، هذا طبعا من معاني الإعراب اللغوية، هناك معاني أخرى، هذا أشهر معانيها الإبان. ألاحظوا يا كرام الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، المصطلحات التي انتقاها علماؤنا رضي الله عنهم في العلوم كافة في غاية الدقة والإحكام، ولذلك التسور على هذه المصطلحات ورفضها واستبدالها أمر جلل لا يقدم عليه أي أحد من الناس ولا أي طائفة من الناس. نعم، فلاحظ الإعراب استعملوه في المعنى الاصطلاحي، وما أجمل هذه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، هو فعلا علم الإعراب، علم الإبانة عن دفائن النص ومكنوناته. أنت تفهم من النص كثيرا من الأمور، لكنك لن تفهم دقائقه ولا طائفه إلا من خلال علم الإبانة، علم الفهم والإفهام. وهذا سنقيم عليه الأدلة التفصيلية في هذا الكتاب، سترى كيف أن علم الإعراب يوقفك على حقائق النصوص ودفائنها. نعم، طبعا هذا أحد المعاني. هناك معنى آخر لطيف لا بأس لو ذكرناه من معاني الإعراب اللغوية، نقول عربت معدة البعير أي فسدت وتغيرت. طيب أعربها صاحبها أي أزال فسادها.
فالإعراب مزيل لفساد الكلام حين يتداخل بعضه في بعض، يدخل بعضه في بعض. من معاني الإعراب الإزالة أيضاً، إزالة الفساد، أخذاً بمعنى أعرب، والزيادة ها هنا بمعنى الإزالة، كما نقول قذيت عينه فعل مجرد، قذيت عينه فعل مجرد، وقع فيها الأذى. قذيت عينه، قذيت عينه، أزلت عنها القذى. قذيت وأقذيت عينه بمعنى واحد. نعم. فإذا من معاني الإعراب كذلك إزالة العرب، أي إزالة الفساد. نعم. ومعناه الاصطلاحي، ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت. هنا لابد أن نقف قليلا يا كرام حتى نتبين الفروق فقط. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. نحن المشهور عندنا في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما الفرق بين القولين؟ على ما ذكره ابن هشام هنا الإعراب لفظي. كيف يعني لفظي؟ يعني الضمة التي تجدها في آخر الكلمة هي نفسها الإعراب، الفتحة التي تجدها في آخر الكلمة هي نفسها الإعراب، الكسرة التي تجدها في آخر الكلمة هي نفسها الإعراب. تمام؟ هذا على أن الإعراب لفظي، وهو مذهب جمهور النحويين ومحققيهم. طيب، وذهب سيبويه وطائفة من النحويين إلى أن الإعراب معنوي. ما معنى الإعراب معنوي؟ التغير هو الإعراب، ولهذا التغير علامات. واضح؟ إذن الإعراب معنوي يعني التغير، وهو قول شيخ الصناعة. طيب، الإعراب لفظي قول محقق النحاة. نعم. ما معنى أن الإعراب لفظي؟ الضمة والفتحة والكسرة وما ينوب عنها إلى آخره تماما والسكون، كل هذا يسمى إعرابا، هذا هو نفسه الإعراب. وعلى هذا يا جماعة نحن حين نعرب، أسألكم، نحن حين نعرب فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا جار على أن الإعراب معنوي أو لفظي؟ معنوي. هذا جار على أن الإعراب معنوي تماما. لاحظ قلنا وعلامة رفعه الضمة. أما على القول بأنه لفظي ينبغي أن تقول فعل مضارع مرفوع رفعه الضمة. نعم. طيب، نتابع. مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه وهي جاء ورأى والباء؟ ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. لاحظ، وتلك الحركات المقدرة إعراب، هي نفسها الإعراب. نعم. واحترازات التعريف، وخرج بقول يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه في قراءة ورش، بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة، والفتحة في دال قد افلح على قراءته أيضا من نقل، والكسرة في دال الحمد لله في قراءة زيد بن علي، قراءة زيد بن علي قراءة شاذة، الحمد لله. نعم، في قراءة من أتبع الدال اللام. فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر كلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا. تماما. إذن إذا كانت الحركة في آخر الكلمة لا عن عامل، ليست عن مؤثر، هذا ليس ما إعرابا. فما نوتي، قال والله هنا حركت بالضم، هذا إعراب، نقول له أين العامل فيها؟ فهذه إذن حركتها ليست إعرابا. قد أفلح، حركة الدال. الحمد لله، هنا
كسر الدال إتباعا لحركة اللام، أتبع الأول الثاني، أتبع الأول الثاني، يعني أعطى للأول ما يستحقه الثاني. فحينئذ نقول في إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع، اشتغال المحل بحركة الإتباع. طيب هناك قراءة أخرى أيضا لابن أبي عبلة وهي الحمد لله، الحمد تمام على بابها، ثم أتبع الثاني الأول، أعطى الثاني حكم الأول، الحمد لله. أيضا كل هذا ليس له علاقة بالعمل، الإعراب لابد أن يجلبه العامل المؤثر. نعم. وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة، طبعا ها هنا مرة أخرى العوامل. نعم عفوا شيخ عبد القادر، مرة أخرى نعلق على قول الإمام رحمه الله تعالى وأكرم نزله، فإن هذه الحركات فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة لكنها، قلنا هذا الاستدراك أسلوب مولد لا مكان له في العربية. نعم. فإن هذه الحركات لم تجلبها عوامل دخلت عليها، وإن كانت آثارا ظاهرة في آخره، فلم تجلبها خبر إن، خبر إنه. وقد نص الكافيجي على أن النحاة أجمعوا على أن الخبر خبر المبتدأ أو خبر إن لا يصدر بدليل استدراك، لا يصدر بدليل استدراك. نعم. طبعا الإشكال هنا عند المتأخرين بعد القرن الخامس الهجري بدأ يشيع هذا المصطلح أو بدأ يشيع هذا الاستعمال. الإشكال عندهم أنهم يربطون هذه الجملة، يربطونها بما قبلها لا بإن، وإن كانت آثارا ظاهرة لكنها، الحقيقة هي مرتبطة بإن، فإن هذه الحركات لم تجلبها عوامل دخلت عليها وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلام. نعم. إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. دقيقة شعب القدر، يعني هنا أفدتنا شيئا بالخطأ في قولك فيحترز، فان هي فيحترز. لاحظوا يا كرام، قال ليس لنا آثار، الخطأ محمود كالصواب. نعم. ليس لنا آثار تجلبها العوامل في آخر الكلمة فيحترز. يا جماعة لاحظوا الفروق العجيبة في النحو، إذا قلت فيحترز نفيت الاحتراز، هنا مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، ليس لنا آثار تجلبها العوامل في آخر الكلمة فيحترز، نفينا الآثار التي تجلبها العوامل في آخر الكلمة فيحترز. طبعا في غير آخر الكلمة وليس في آخر، في غير آخر الكلمة عفوا، ليس لنا آثار في غير آخر الكلمة فيحترز. فإذا أنا لا أحترز في تعريفي، لم أحترز بقولي في آخر الكلمة، لا حاجة، لأنه ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة. فإذا قلت ليس لنا آثار تجلبها العوامل فيحترز، فحينئذ أثبتت الاحتراز، الفاء حرف استئناف ويحترز، أي فإننا نحترز في التعريف. انظر إلى المعنى كيف انقلب عكسا، يعني مثلا تقول ليس زيد بخيلا فيمنعك المال، لجزئي الأول، إذا قلت ليس زيد بخيلا فيمنعك المال تكون قد أحلت في الكلام، يعني وقع إحالة وتناقض، فيكون جزءه الثاني ناقضا لجزء الأول، الجزء الأول ينفي عنه البخل، الجزء الثاني ينفي يثبت له. نعم. وحينئذ الفاء حرف استئناف ويمنع جملة مستأنفة. وعلى هذا هنا يقول الإمام إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة، ليس لنا آثار في غير آخر الكلمة فيحترز عنها، هذا هو المعنى. وجزى الله أبا محمود إذ نبهنا بخطأي على هذا خيرا. الحمد لله. نعم. نعم سيدي.
إن شئتم يعني اليوم ننتهي من هذه الفقرة حتى لا نبقى عندها ونغادر، وإن أطلنا دقائق فقط. نعم. أستاذي علينا إن شاء الله. فإن قلت بلى قد وجد ذلك في امرئ وابن، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما؟ ها لاحظ، نعم لاحظ قوله هنا، فإن قلت بلى، بلى إبطال لنفي ابن هشام، ابن هشام قال ليس لنا آثار، فإذا قلت أنت نعم أثبتت النفي، قررته نعم ليس لنا آثار. قال فإن قلت بلى يعني أنا أبطل نفيك، لا لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة. هنا قد يكون التغير في غير الآخر، فحينئذ كان عليك يا ابن هشام أن تحترز في التعريف، أن تحترز في التعريف. إخواني بارك الله فيكم، بعد التقطعات التي حصلت في الدرس السادس في المجلس السادس لم أستطع أن أسجل الجزء الأخير، فأنا أسجله لكم الآن من حيث وقفنا، ثم أجمع الأشباه إلى بعضها وندمجها وأرسلها لكم إن شاء الله. وصلنا إلى قوله هنا لم نسجل، فإن قلت بلى، هو الإمام رحمه الله كان يعرف علم الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. قال وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب، هو للتبيين وليس باحتراز، لا أريد أن أحترز عن غير الآخر. لماذا؟ إذ، هذه إذ حرف استئناف معناها التعليل، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. ليس عندنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة، العوامل تؤثر في أواخر الكلمات لا في غيرها، فقولي في آخر الكلمة ليس باحتراز. قال فإن قلت بلى، لاحظوا الإمام قال ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة، فإن قلت بلى، بلى لنقض النفي الذي ذكره ابن هشام، لنقض النفي، بلى أي هناك آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة. قال وجد ذلك في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما؟ فلاحظوا العامل هنا أثر في آخر الكلمة، تقول جاء امرؤ، أثر في آخر الكلمة وهو الهمزة فأعطاها الضمة، وأثر فيما قبل الآخر امرؤ ورأيتم امرأ، نعم. قال فتقول هذا امرؤ وابن من، لاحظوا ضممنا الآخر وما قبل الآخر، وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيتم امرأ وابن من، لاحظوا فتح الآخر وما قبل الآخر، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما، مررت بامرئ وابن من. يا قال تعالى وإن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء، امرأ لاحظوا في النصب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قلت إذن هذا اعتراض على كلام ابن هشام، قلت اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، أهل البلدين المراد بهما أهل الكوفة والبصرة، وفيهما نشأ علم النحو وترعرع، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، إنهم معربان من مكانين، وعلى قول الكوفيين قال وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما، يعني كان يجب أن يدخلا في التعريف، بل يجب إدخالهما في الحد، أنه قد يكون الإعراب في غير الآخر. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب، يعني الحركة في قولنا هذا امرؤ الأخيرة هي الإعراب مرفوع بالضم، وكذلك رأيت امرأة الأخيرة هي الإعراب، الأخيرة في قولنا مررت بامرئ هي الإعراب، وما قبلها إتباع لها، وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد، فيسلم الحد على قول البصريين وهو الصحيح. إذن تحريك الراء في امرؤ وتحريك النون في ابن من كذلك إنما كان لأجل الإتباع، أتبعنا الأول الثاني وأعطيناه حكم الثاني، وعلى هذا يسلم الحد. وقول الكوفيين إنه معرب من مكانين من الآخر ومما قبل الآخر لا يصح. الدليل على ذلك يا جماعة كما قلنا في الدرس الذي لم أستطع
تسجيل آخره. الدليل على ذلك أن هاتين الكلمتين فيهما لغة أخرى ببقاء الراء والنون، نقول هذا امرأ وابن من، هكذا دون تغيير في الرفع وفي النصب وفي الجر. فلاحظوا يا جماعة ثبوت حركة ما قبل الآخر في بعض اللغات يدلنا على أن العرب حينما قالوا امرؤ وابن من أرادوا الإتباع ولم يريدوا أن يجعلوها حركة إعراب. الإعراب لا يكون إلا في الآخر. ورود اللغات الأخرى بإثبات حركة الراء دائماً بالفتح، حركة النون دائماً بالفتح، نقول هذا امرأ ورأيت امرأً ومررت بامرأ، يدل على أن حركتها عند جمهور العرب إنما هو للإتباع، إنما هي للإتباع. طيب، قال وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير إن هلك امرؤ هلك. إذن إن امرؤ هلك امرؤ فاعل لفعل محذوف. كيف أقدر الفعل؟ قال انظر إلى أقرب فعل بعده إن امرؤ هلك، فتقدر الفعل من جنس الفعل المذكور، إن هلك امرؤ هلك. ولا يخفى عليكم أن هذا فيه من التوكيد ما فيه. إذن مثل هذا الأسلوب بحذف الفعل قبل الفاعل بعد أدوات الشرط المختصة بالدخول على الفعل، هذا الأسلوب لا يكون إلا في المقامات التي يعتنى بها ويهتم بها. قال ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور، يعني إن امرؤ هلك لا يجوز أن نقول امرؤ فاعل لهلك الذي بعده، خلافا للكوفيين لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه، لا يتقدم الفاعل على فعله. قال ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش، عفوا ولا مبتدأ، ولا يجوز أن يكون فاعلا ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش. إذن الكوفيون يجيزون قولين، أن يكون فاعلا لما بعده وأن يكون مبتدأ، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية، يعني أدوات الشرط ما عدا لولا، لولا مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، أدوات الشرط ما عدا لولا لا تدخل على الجملة الاسمية، هي مختصة بالأفعال. وعلى هذا إذا جاء بعدها ما يوهم دخولها على الاسم قدرنا فعلا من جنس الفعل المذكور. وهذا التقدير منا يا جماعة، هذا التقدير ليس تخرصا. هذا التقدير أول شيء النحاة وجدوا أن الحرف المختص هو الذي لا هو الذي يعمل. أدوات الشرط إذا قلنا إنها تدخل على الأفعال والأسماء فحينئذ لا تعمل، ينبغي أن لا تعمل. لما وجدوها عاملة ووجدوها في معظم أحوالها داخلة على الأفعال قيدوا لها هذه القاعدة، ثم وجدوها في المواطن ذات الشأن في المواطن العظيمة داخلة على الأسماء، وبعد ولاحظوا وفي حيز الأسماء فعل، يعني إن امرؤ هلك دل ذلك على تقدير الفعل. وهذا التقدير لاحظوا كما قلت لكم يعني يفيد الأهمية بمكان. أنا دائما أذكر قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، حكم غريب يعني لا تتقبله الطباع في الأصل. الإنسان الذي يقاتلني ويثخن في، ثم بعد ذلك إذا جاءني مستأمنا فعلي أن أتلو عليه كتاب الله عز وجل وأبلغه مأمنه بعد ذلك، حكم ثقيل على النفس. وإذاك قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، يعني وإن استجارك أحد استجار، حكم مؤكد، نعم فأجره. قال وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان، أين هو؟ بقوله ما كان أبوك امرأة، خبر كان. وفي الآية الثالثة على أنه مضاف إليه، والحمد لله رب العالمين.